تنظيف البشرة. كتير مننا بنسأل وعايزة اروح اعمل جلسة تنظيف بشرة. الناس دي انا بجد بحبها قوي عشان هي فاهمة يعني ايه جلسة تنظيف بشرة. تنظيف بشرة مش معناه ان انا اغسل وشي، غسيل الوش ده وان انا اغسل وشي دي حاجة، وان انا انظف بشرتي دي حاجة تانية. انتي بتغسلي وشك كل يوم؟ ماشي، عارفة ما بتحطيش ميك اب اصلا ومش مؤمنة ان في حاجة بتسد المسام، اوكي مفيش مشكلة، بس انتي مش شرط الميك اب ومش شرط ان انتي خالص تبقي بتحطي على بشرتك كريمات وحاجات علشان المسام تبقى مقفولة ومسدودة. انتي مجرد خروجك اصلا في الحر وفي الشمس والتراب كل دي حاجات بتقفل مسام البشره، بتتراكم على بشرتك فبالتالي بتقفل مسام البشره. طب ايه اللي احنا بنعمله في كل يوم؟ بنيجي نجيب الصابونه بتاعتنا او الغسول نغسل وشنا وكده خلاص انا وشي نظيف. لا، انت وشك مش نظيف، انت الطبقه الخارجيه بس هي اللي نظيف. تعالي بقى قربي او هاتي حاجه كده تكبر كده وشك وقربي كده وبصي في المرايه، هتلاقي ان المسام بتاعتك فيها دهون بيضاء، وهتلاقي عندك بثور سوداء، وهتلاقي عندك حاجات ماليه المسام مش متنظفه. مهما كنتي بتنظفي وشك لازم تنظفي بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي. فهو ده بقى اللي اسمه تنظيف بشر. بنعمله بقى حسب بشرتي دهنيه، بشرتي اصلا جافه. البشره الدهنيه دايما او البشره المختلطه هي اكتر بشره بتظهر فيها دهون كتير جدا ومسامها بتتسد بسرعه جدا، فبتبقي محتاجه مثلا تعملي كل 10 ايام الطريقه اللي احنا بنعملها دي او مره حتى في الاسبوع. طبعا ده الكلام ده تنظيف البشره، كاحنا الماسكات اللي برده بنقعد نعملها او بنحطها كل دي حاجات بتنظفي بيها بشرتك. طيب بنعمل ايه بقى؟ ميه سخنه عندك وبنحط فيها زيت شجره الشاي، ميه سخنه بتغلي يعني او تكون على البوتاجاز بتاعك، ونحط فيها قطاره كده من زيت شجره الشاي لان زيت شجره الشاي مضاد للبكتيريا وكمان بيفتح المسام ويخلي البشره منتعشه جدا ويحفز كمان الدوره الدمويه، ونحط فيها ليمون وشاي اخضر. ممكن انا حطيت زيت الشاي الاخضر، ممكن كمان تحطي باكت شاي اخضر وباكت نعناع، يعني تفتحيهم تحطي الشاي الاخضر والنعناع، او ممكن تحطيها زيوت زي ما انا حطيتها كده، حطيت زيت الشاي الاخضر وتحطي معاها مثلا زيت النعناع، وتكون طبعا الميه سخنه، هي بردت شويه عشان احنا لسه عشان احنا في الاستوديو، وتغطي وشك بس لمجرد 5 دقائق كده، وتوطي وتاخدي كل البخار ده على وشك، البخار كله يطلع يفتح مسام الوش لمده 5 دقائق 6 دقائق. الناس اللي بتقول ان حمام البخار غلط على البشره، او حمام البخار غلط لما بناخده وقت طويل او بنعمله فترات طويله ممكن بطريقه مختلف بطريقه معينه، هو هقول لكم بعد كده ايه اخطائه او ليه هو غلط، لكن ان انا اعمل الطريقه دي او ان انا احط حمام بخار او رذاذ بخار على بشرتي عشان افتح المسام ونضف المسام دي مش غلط خالص. المهم التوقيت، ما تبقاش وقت طويل. وبعد كده بقى هشرح لكم يعني كل حاجه ليها طريقه استخدام، في طريقه استخدام حاجه تخليها غلط وفي حاجه طريقه استخدام تخليها صح. الطريقه اللي احنا بنقولها دي هي الطريقه الصح. هتاخدي بقى البخار كله على وشك، هتبتدي تلاقي وشك شارب الميه وابتدى يكون طري اطرى يعني، والمسام ابتدت تفتح كده، فتبتدي بقى تستخدمي الابره. المصريين اصلا يحبوا الابره جدا وعندهم يعني الابره دي بتدخل في كل حاجه. الابره دي بتبقى موجوده فين؟ عند اي حد، هي شكلها اهي تمام، عند اي حد بتوع منتجات تجميل، شايفينها كاميرا جايباها تمام، عند اي حد بتاع منتجات تجميل رخيصه وسعرها مش غالي خالص، من مدوره كده من فوق ومن تحت هنا يعني بدي استعملها شويه من هنا مدببه كده تمام حاميه، يعني ممكن تفتحي بيها حبوب بس المهم مالكوش دعوه بالحته دي خالص، نركز على الحته دي تمام، ما يعني بلاش هنا دي خطر، نركز على الحته دي. بنعمل ايه بقى؟ شايفه بتيجي بس بالحته المدوره دي وتيجي على اي مكان هنا بقى المناكن اللي بتتجمع فيه الدهون كتير جدا، لو الكاميرا تجيب تبتدي بس تضغطي كده وتطلعي الدهون هنا كده بالطريقه دي بالراحه جدا، وتضغطي على حبايه فيها دهون وتسحبيها، هتطلع كل الدهون اللي فيها، وشك كده نضف جدا.